براشث إثوى ملثى وهو ملثى إثوى الواثى لاهم وآلاها إثوى وملثى هانا إثوى براشث الواثى لاهم كل بيذه هو ولعذا وأبلح ذا هواث مدم دهوى بي حيه هو وحيه إثيه النهرة دبنا يناشا وهو نهرة بحشوخة منهر وحشوخة لا أذرخيه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً بأجمل عبارات الترحيب نرحب بكم متابعي قناة القيامة والحلقة 57 من برنامج ملثى تحت عنوان إنجيل يوحنا الإصحاح 8 في هذا البرنامج يكون معنا الدكتور ستيفان جليانا من كندا يا أهلا وسهلا دكتور ستيفان أهلا سيد جنان بكي وبيدان وبأستاذ هاني وكل القائمين على قناة القيامة وأيضا لجميع مشاهدينا في كل أنحاء العالم دكتورنا نتمنى نبدي هذا البرنامج المبارك بصلاة طيب دعونا نحني رؤوسنا للرب الإله باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين يا أبانا نحن نشكرك في هذا اليوم لأن أتينا لكي ما نجلس تحت أقدامك ونتعلم من الروح القدس ما يريد أن يسمعنا في هذا اليوم عن عمل يسوع المسيح على عود الصليب موته وقيامته وأيضا سفك دمه لمغفرة خطايانا نحن نشكرك من كل القلب نتذكر دائما عندما قلت إذا اثنان أو ثلاثة يا رب اجتمعوا باسمك أنت تكون في الوسط يا من حال في وسطنا علمنا في هذا اليوم المكتوب املأنا بالروح القدس قدسنا كما أنه أنت قدوس وأيضا تعامل معنا بعين الرحمة البعيد قرب يا رب القريب ثبت والمتعلم علم أكثر واجعلنا لا نكون فقط معلمين لكن أعطينا نعمة نحفظ الكلمة في القلب ونتشبه بيسوع يوما في يوم كما هو مكتوب بأنه أن نلبس المسيح بارك كل من هو معنا في هذا اليوم يا رب بارك شعبنا في كل مكان وكنائسنا وكل من يخدم اسمك القدوس في هذا اليوم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين آمين طبعا متابعينا من لديه سؤال استفسار بالإمكان الاتصال عن طريق الهاتف 619-537-2222 أو بالإمكان كتابة مداخلتكم عن طريق فيسبوك قناة القيامة الآن سوف أقرأ من سفر اللاويين الإصحاح 20 من عدد 10 إلى عدد 15 حيث يقول وإذ زنى رجل مع امرأة فإذ زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية وإذ اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما وإذ اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما قد فعلا فاحشة دمهما عليهما وإذ اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا إنهما يقتلان
دمهما عليهما، وإذ اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة، بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم. وإذ جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تموتونها. طبعا متابعينا الأعزاء، من سفر لاويين هالأعداد اللي تم قراءتها هي قانون اللي يعني الرب يسوع الله المتجسد هو اللي خلاها على موت الإنسان يمشي بطريق الرب. ولكن لما نقرأ من غلاطية الإصحاح الثالث من عدد 24 إلى 26 يقول: إذ قد كان الناموس مؤدبا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. تفضل دكتورنا، نتمنى تفسير. شكرا سجنان، بس خلينا نمطي فد مقدمة على الإصحاحات التي درسناها إلى اليوم، لأن صار لنا أكثر من شهر ونص أو شهرين نحن درسنا أمور أخرى وتوقفنا. لكن في إنجيل يوحنا درسنا 7 إصحاحات، نعم، واليوم نحن أمام الإصحاح الثامن. طبعا والإصحاح الثامن إصحاح جميل جدا، في بدايته يتعامل مع قضية الزنا، سنتكلم عنها. في هذه الإصحاحات اللي قريناها، طبعا في الإصحاح الأول تكلمنا بأنه الرب يسوع المسيح هو الكلمة، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة، والكلمة صار جسدا. ثم تكلمنا عن تجسد الرب يسوع المسيح، وأيضا يوحنا المعمدان يشهد له في الإصحاح الأول. ثم أيضا الرب يسوع المسيح يعني يجد تلاميذه. وثم ذهبنا إلى الإصحاح الثاني وتكلمنا في الإصحاح الثاني عن عرس اللي هو في قانا الجليل، وكانت أول الأعاجيب التي صنعها يسوع في قانا الجليل، حيث حول الماء إلى خمر لكي ما يري تلاميذه من هو. في الإصحاح الثالث تقابلنا مع نيقوديموس، وكيف ما تكلم الرب يسوع المسيح وقال: ينبغي أن تولدوا من فوق. نيقوديموس كان واحد من رؤساء اليهود، واحد من معلمي اليهود، لكن الرب أوقفه بالولادة الثانية. وأرجو أن مستمعينا كانوا هم أيضا قد ولدوا من السماء، يعني من الله أو من الروح، نفس المعاني. ثم وقفنا في الإصحاح الرابع مع المرأة السامرية، وكيف الرب افتقدها، غير طريقة، ذهب إلى السامرة، وكان لابد أن يمر بالسامرة لكي ما يلتقي بالسامرية، كانت ضايعة بالإيمان وأيضا من تعبد. لكن الرب يسوع المسيح قال لها: تأتي ساعة وهي الآن، الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدون أن يسجدوا له بالروح والحق. ثم وقفنا على بركة سلوان للمفلوج، وكيف الرب يسوع المسيح شفاه في يوم السبت. ثم في الإصحاح السادس تكلمنا عن الفصح، وتكلمنا عن الخبز الذي نزل من السماء، وتكلم الرب يسوع المسيح بأنه آباءكم أكلوا هذا الخبز وماتوا، لكن الذي يأكل من الخبز الذي يعطيه أبي. وهناك نرى الرب يعطي هذه الصفات عن شخصه المبارك، يتكلم عن الخبز بأنه الخبز الحقيقي اللي هو يسوع المسيح، الخبز الحقيقي هو الخبز النازل من السماء، هو خبز الحياة وأيضا هو الخبز الحي. ثم يتكلم عن جسده، الذي يأكل من جسده يحيا إلى الأبد. ثم وصلنا إلى الإصحاح السابع، وفي الإصحاح السابع
تكلمنا كيف الرب يسوع المسيح نشوف بأنه تكلم، يعني كان هو يتردد في اليهودية لأن اليهود كان يطلبون قتله، ثم وقف الرب يسوع المسيح في اليوم العظيم في العدد 51 من الإصحاح السابع وقال، أو عدد 37 عفوا، وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حياة. قال هذا عن الروح، يعني الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ثم أنت قرأت من سفر اللاويين، طبعا أنت قرأت جزء من شريعة الزنا الذي كتبها موسى طبعا للشعب كما قال له الرب الإله، وكيف نتعامل مع قضية الزنا. لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع دعينا نبدأ الأعداد الأولى من سفر يوحنا الأصحاح الثامن، عندما أتوا وقسموا هذه الأسفار، يعني العدد 53 من الأصحاح السابع هو جزء من الأصحاح الثامن. هذه التقسيمات لم تكن سابقا، لكن الكنيسة أولاد الله قسموها لكي ما يعطونا سهولة في دراسة إنجيل ابن الله، إنجيل المسيح. في العدد 53 يكتب لنا هذا الكلام بعدما تكلمنا عن الأصحاح السابع: فمضى كل واحد إلى بيته. يعني بعدما صار هذا التشريع والكلام مع اليهود والكتبة والفريسيين وأيضا التلاميذ والرسل إلى آخره، يكتب لنا الكتاب هذه الآية الجميلة: فمضى كل واحد إلى بيته. كل واحد ذهب إلى بيته، عدد الأول من صح الثامن: أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. فعلا كلمة الرب هو قال عن نفسه: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما لابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. كان يتقابل مع التلاميذ على هذا الجبل الجميل، جبل الزيتون، كان يعلمهم، وعرفنا بأنه الرب يسوع المسيح أخذ طبعا أو صعد إلى السماء في أعمال الإصحاح الأول من جبل الزيتون، ثم عندما سيأتي ثانية سيضع قدماه على جبل الزيتون. هذا بالعدد الأول سجلناه. إذا قدرين خلين العدد الأول والعدد الثاني إذا مخرجنا يخليهم، ثم بعد ذلك نستطيع أن ندخل بموضوع الزنا. تفضلي. أكيد. يوحنا الإصحاح الثامن من عدد 1 إلى 2 يقول: أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصباح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. فأكيد دكتور نتمنى تكملها لنا شروحات، تفضل. يعني الرب يسوع المسيح ذهب إلى جبل الزيتون، يعني يكتب عنه بأنه كان يقضي الليل كله في الصلاة. يعني الذين زاروا أورشليم، أورشليم محاطة بجبال كثيرة، واحد منهم هو جبل الزيتون. ثم يكتب لنا الوحي على لسان يوحنا هذا الكلام الجميل: ثم حضر أيضا إلى الهيكل. حضر أيضا إلى الهيكل، ما أجمل الرب يسوع المسيح. عندما كانوا يبحثون عنه المطوبة العذراء ويوسف أبوه، قال: ألستما تعلما أنه ينبغي أن يكون في مال أبي؟ لا نستطيع أن نرى يوما أوكي بأنه الرب يسوع المسيح لم يكون في الهيكل، خاصة في يوم السبت. يوم السبت، احفظ يوم الرب.
ما أجمل الرب يحضر إلى الهيكل، وطبعا هنا يتكلم عن هيكل أورشليم اللي هو في أورشليم. حضر أيضا الرب إلى الهيكل في الصبح، في الصبح باكرا. الكتاب يكتب المبكرون إلي يجدونني، المبكرون إلي يجدونني. جميل جدا أن نقف أمام هذه الآية ونقول لأنفسنا، هل نحن نتواجد في الكنيسة في يوم العبادة من الصبح؟ هل نخصص هذا اليوم للرب؟ يعني هذا الأمر أنا أضع بين أيديكم. لا تنسوا أن تحفظوا يوم الرب يوم العبادة، أن تكونوا في الكنيسة لكي ما تسمعوا لكلمة الرب، وأيضا لكي ما تتقابلوا مع الرب. ثم يعني يكتب شيء جميل جدا، وجاء إليه جميع الشعب، يعني كل الشعب يجوا إلى الرب وفي الهيكل، فجلس يعلمه، جلس يعلمه. ما أعظم الرب يسوع المسيح عندما نرى تعليمه، وقد يعني كتب يعني متى الموعظة على الجبل، كيف كان الرب يسوع المسيح يعلم بسلطان، يعلم بسلطان ويعلم شريعة الرب كما هي، يعلم شريعة الرب كما هي. ومن تعليمه قال: السماء والأرض تزولان لكن نقطة من الناموس لا تزل، لا تزل. السماء والأرض تروح لكن نقطة من هذا الناموس تبقى إلى الأبد. ثم أنت قرأت إلينا شريعة الزنا، يعني في العدد 3 نرى بأنه الكتبة والفريسون يحضرون له امرأة. إذا كنت تستطيع أن تضعي سجنان على الشاشة لكي ما ندخل بموضوع الزنا. يوحنا الإصحاح 8 من عدد 3 إلى 6: وقدم إليه الكتبة والفريسون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. شكرا سجنان. شريعة الزنا، يعني إذا تدرين أنت تقرين من سفر اللاويين اللي قريتيه، فالعدد أو عددين الأولى عن شريعة الزنا، هل شريعة الزنا تقول أن نحضر المرأة لوحدها أم ماذا تقول؟ تفضلي. أكيد إذا نروح على اللاويين إصحاح 20 عدد 10 يقول: وإذ زنى رجل مع امرأة، فإذ زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل، الزاني والزانية. فإذا هنا تنشوف الزانية كن جابوها دكتور، الزاني وينه؟ طيب نرجع إلى الصورة الثانية اللي كنا احنا ندرسها. فهنا هم جابوا وحدة أمسكت في ذات الفعل. طيب إذا كانت هي قد أمسكت في ذات الفعل، فأين الفاعل؟ فأين الفاعل؟ يعني إذا أستاذ داني رجع لنا الصورة ليوحنا إصحاح 8 من عدد 3. من عدد 3 نعم. إيه. وأما الفريسيون شي يقول عليهم: وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة، جابوا لها امرأة أمسكت في زنا، امرأة أمسكت في زنا. هذا أول خطأ هم فعلوا، لأنه هم جابوا المرأة ولم يحضروا الرجل. يعني أنا دائما أقول ممكن هذا الرجل كان واحد منهم فأرادوا أن يتستروا عليه، لكن هم ما جابوها لكي ما يطبقوا الناموس، لأنه
بعدين يعني بعد الآية الخامسة اللي هي الآية السادسة قالوا هذا ليجربوه، يعني هم سووها هاي العملية سووها، هاي التمثيلية سووها ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. يعني هم يجوي عليه، جابوا له هذه المرأة وأرادوا هما أن يدخلوا بالتجربة وأرادوا أن يشتكون به عليه. طيب ما هي شكواهم؟ أولا إذا قال ارجمها، وإذا رجمت هو سيكسر قانون الرومان، لأن هو سيكون قد وضع القانون. ثانيا إذا هو قال لن ترجموها فهما سيكون ما يشتكون عليه بأنه هو كسر الناموس. طيب يردون هما يدخلوا يجربوا أن يكسر الناموس أو يضعون فتنة بينه وبين الرومان، أو هم إذا قال ارجموها فهم سيقولون له أين إنجيل النعمة الذي أنت تتكلم عنه، أين إنجيل النعمة الذي تتكلم عنه. لكن الرب يسوع المسيح الرب المعلم الذي لم يرد أن أحد يقول ما في فكري، لأنه عرف ما في قلوب الناس وما في فكر الناس، جابوها لهذه المرأة وحدها بعكس الشريعة. الشريعة لازم يجيبون الرجل والمرأة بحسب الشريعة اللي قرأتي من سفر اللاويين، ينبغي أن يرجم الاثنين، يرجم الاثنين. أقاموها في الوسط، يشهروها، أرادوا تشهيرها. يعني قبل أن نروح بهذا الأمر، يعني في الإنجليزية عندما نقرأ في اللغة الإنجليزية يقسم الزنا إلى قسمين. الكتاب المقدس يتكلم عن الزنا، عن الزنا، لكن عندما نأتي ونترجم يعني ما ورد لنا في اليونانية أو ما ورد لنا أيضا في اللغات الأخرى، نرى بأنه أكو نوعين لكلمة الزنا. أكو adultery اللي هي ممارسة جنس رجل متزوج مع امرأة متزوجة، أو رجل متزوج مع امرأة غير متزوجة، أو امرأة متزوجة مع رجل غير متزوج. فهذه عندما نأتي إليها طبعا بالإنجليزية. سجلنا إذا كان عندك مداخلة تفضلي، إذا لا ممكن أن نكمل هذا البرنامج. تفضلي. نتمنى نكمل سلسلة الأفكار دكتور على متوارها، عندنا أيضا مداخلات، تفضل. أوكي، يعني حتى في اليونانية، يعني عندما نقرأها في اليونانية الأدولتري هي مويخية، يسميها مويخية هي الأدولتري، وفي العبرية هي زنا نفس الشيء، وبالعربي أيضا زنا. فنشوف بأنه عندما نأتي ونجد هذه القصة أمامنا، موسى في الناموس أوصانا. طيب ماذا أوصاكم موسى في الناموس؟ أن مثل هذه ترجم. طيب مثل هذه ترجم أو مثل هؤلاء يرجمون؟ في موسى أوصف الناموس أنه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل والرجل الذي أمسك في ذات الفعل يرجم. هذا هو الناموس، هذا هو الناموس. أنا عندي سؤال سجنان، يا ترى إذا طبقنا الناموس في هذا اليوم، من منا لا يرجم؟ لأنه أنت جبتي لنا آيات جميلة من غلاطية الأصحاح الثالث. الغلاطية الأصحاح الثالث اللي أنت جبتيها سجنان يعلمنا أمر جميل جدا، يقول لنا بأنه الناموس كان يعني مؤدبا. أنت جبتي لنا هذه الآية
التي خلينا نشوف الآية اللي جبتيها من غلاطية 3 24 إلى 26 24 طبعا. نعم. خليني أقرأ من عدد 17. وإنما أقول هذا أن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد. بعدين يتكلم عن الموعد أتى من إبراهيم، آمن إبراهيم فحسب له برا، لكن في العدد 22 أو في العدد 21 فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي، يعني الناموس وضع لكي ما يعرف الإنسان أنه خاطئ ولكي ما يدين الإنسان. إذا الإنسان يستطيع أن يعمل بكل الناموس يحيا، لكن لم يكن هناك إنسان قد فعل بكل الناموس. فالكل يعني في العدد 22 يقول لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح الذي للذين يؤمنون. ثم أنت اللي قرأتي، ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن، يعني إلى مجيء الرب يسوع المسيح الذي قال في غلاطي 4:4 عندما نذر في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فنشوف بأنه الناموس كان هو فقط مؤدب، يعني كان موضوع إذا واحد أخطأ يأدبه، أو إذا واحد مثلا كسر وصية الله يرجم. إذ قد كان الناموس مؤدبا إلى المسيح، يعني الناموس وضع أن يؤدب الإنسان إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالمسيح يسوع. فعندما إجا الرب يسوع المسيح بالإيمان بشخصه، لازم يقول من آمن واعتمد خلاص. فإجا الرب يسوع المسيح دفع ثمن الناموس، أجرة الخطية موت، الناموس حكم علي وعليك وعلى جميعنا بالموت. يسوع دفع صك الناموس اللي هو دمه. اليوم نحن بالإيمان بالرب يسوع المسيح بموته وقيامته من أجلنا قد محى صك أو قد أعطانا صك الغفران من كل الناموس، يعني الناموس اليوم لا يستطيع أن يديننا. لهذا السبب في رومية الإصحاح 8 والعدد 1 يقول إذا لا شيء من الدينونة على الذين هم الآن في المسيح يسوع. إذ كنت أنت وأنا في المسيح يسوع فلا شيء من الدينونة الآن علينا. فنشوف هنا هؤلاء أتوا بالمرأة، لم يطبقوا الناموس كما هو، اقتطفوا ما أرادوه كما فعلوا سابقا، وأحضروا هذه المرأة إلى الرب يسوع المسيح ليجربوه لكي ما يكون لهم مستمسك عليه لكي ما يرجموه ويقتلوه. شكرا سجنان، تفضل. الآن دكتورنا عندنا تساؤلات كثيرة. تفضل. قرأنا من سفر اللاويين وأيضا من سفر التثنية الإصحاح 22 من عدد 22 إلى 24، طبعا هم أكو أعداد أخرى تتكلم بهالموضوع أقرأها. إذ وجد رجل مستجعا مع امرأة زوج بعل يقتل الاثنان، الرجل المستجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل. إذ كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطكم. هنا
تنشوف الزنا الجسدي، وأكيد يعني هو اللي عنده هالفكر هو يعني فكرة وكيانة كلها تيروح بهالخطيئة. ولكن إذا قرينا من إنجيل متى الإصحاح 5 عدد 28 يقول الرب يسوع: وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني هنا الرب مو بس إنه فعل، لا، مجرد فكرة هو هذا الإنسان سوى خطيئة الزنا. ونتذكر بوصايا الله العشر يقول لا تزني، تمام دكتور؟ هي الوصية السابعة هي لا تزني، لكن الآية اللي قرأتها في متى سجنان فقط أريد أنا أن أقرأ كل الآية. من عدد 27 يقول: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، لكن هو مكتوب بالوصية السابعة لا تزني، وهذا الذي أنت قرأتي. وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طيب، هنا الرب يتكلم عن أمر أصعب. هناك في الإصحاح الثامن: هم قد وجدوا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني بالجسد، تزني بالجسد، شافوها جابوها بلا الرجل. لكن هنا الرب يقول: وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طيب، وربعت إذا المرأة نظرت إلى الرجل واشتهته في قلبها. فهذا التعليم هو الرب يخاطب بصفة الرجل، لكن هو تعليم للجميع. يعني إذا كانت مرأة نظرت إلى الرجل وأيضا شهوة صارت في القلب فهي تزني في قلبها. طيب، إذا واحد اليوم يأتي ويريد أن يعلم بهذا الموضوع، أنا قلت سجنان إذا كان اليوم يطبق هذا القانون علينا جميعا، علينا جميعا، هل يوجد شخص، هل يستطيع الآن شخص أو امرأة أو رجل أن يتصل بقناة القيامة بهذا البرنامج ويقول بأنه أنا لم أزني أو لم أكسر الشريعة؟ يعني إذا كان هو شاب أكبر بالسن، بالثلاثين، بالأربعين، بالخمسين، من منا لم ينظر إلى امرأة في حياته واشتهاها في قلبه فقد زنى بها في قلبه؟ شوفي نظام الرب. لذلك الرب قال: كونوا قديسين لأن أباكم السماوي قدوس، كونوا كاملين لأن أباكم السماوي كامل. لا، سبب المعمودية هي موت مع المسيح والقيامة لكي ما نعيش للمسيح. طيب، هسه نحن نريد أن نفهم ما هذا الزنا. الزنا يعني هو واحد في الكتاب المقدس، لكن مجازيا عندما نأتي وندرس الكتاب المقدس نرى بأنه هناك ثلاثة أنواع في الزنا: أكو زنا روحي، أكو زنا نفسي، أكو زنا جسدي. الزنا الروحي الرب يتكلم عنه الذين يتعاملون مع التوابع، الذين يتعاملون مع السحر، مع الكف، مع الفنجان، مع الأبراج، مع الأرواح. اللي الرب كان في عهد الناموس يقول لموسى بأن هؤلاء يقطعون طبعا من الشعب، أو كما صنع الشعب عجل من ذهب وقاموا هم يعبدوه. وأيضا شعب إسرائيل كصبط دان وأيضا أفرايم عبدوا الأوثان، عبدوا الأوثان. عندما يصير عبادة للأوثان هذا يسميه الكتاب المقدس الزنا الروحي، الزنا الروحي. لكن ما هو الزنا النفسي؟ وسندخل أكثر بهذا الموضوع. الزنا النفسي عندما تفكر بالخطية،
أو عندما صورة تتخيل أمامك، أو عندما تنظر نظر، ما هو الشيء الموجود في العالم؟ أنت قرأتي الأسبوع الماضي الآية من رسائل يوحنا، رسالة يوحنا، كل ما في العالم شهوة العين، شهوة الجسد وتعظم المعيشة. الرب يسوع المسيح يقول من نظر إلى امرأة، المرأة في سفر التكوين الإصحاح الثالث نظرت إلى الشجرة بالنظر، يعني النظر، ننظر نشتهي. من نظر، المرأة نظرت إلى الثمر اشتهت، أكلت، صنعت الخطية. هنا الرب يتكلم من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنى بها في قلبه. سئل أحد قدام الرب هذا السؤال، وأنا موجود بالباص قاعد، وجلست أمامي امرأة جميلة، أي حق لي أن أنظر إليها؟ فأجاب خادم الإنجيل وقال ليس خطأ أن تنظر إلى المرأة وتشكر الرب على خليقته الجميلة. ثم سألوه متى الخطية، فقال الخادم عندما أنظر مرة ثانية وأنظر مرة ثالثة وأضع للتجربة مكانا. فهناك نروح إلى رسالة يعقوب الإصحاح الأول، عندما الخطية تكمل تنتج موتا إلى آخره في رسالة يعقوب الإصحاح الأول. فهذا هو يعني الزنا النفسي، وأنا راح أجي على أكثر من هذا الشيء. ثم الزنا الجسدي هو الالتصاق، الالتصاق رجل بامرأة. ثم يتكلم طبعا عن الزنات، رجل برجل، رجل امرأة بامرأة، يعني عندما نقرأ سفر اللاويين أو سفر التثنية وأماكن أخرى يكتب لنا أيضا يعني الزنا مع بهائم، يعني هذا الأمر موجود. يعني في كندا شرع هذا القانون بأنه الشخص له حق أن يجتمع مع بهيمة، لا يقدم إلى المحاكمة، لكن ناموس موسى يرجم مثل هؤلاء الأشخاص المثليين. اليوم اللي احنا عندنا زواج وأمور وكلها مقبولة، لكن شريعة الرب ترفض مثل هؤلاء، زواج امرأة بامرأة، زواج رجل برجل إلى آخره، يسميه الكتاب الزنا. فعندنا احنا الزنا روحي عندما تلتصق بآلية أخرى، يعني واحد ممكن اليوم يقول لك أنا ما ملتصق بآلية أخرى، يعني ممكن سيارتك تكون إله، ممكن شغلك يكون إله، ممكن المال الذي في يدك إله، لأنه الرب قال لا تستطيع أن تعبد اثنين، أيما المال أو الله. إذا أنت تعبد المال فأنت زنيت روحيا، إلهك المال، ليس إلهك الرب والمخلص يسوع المسيح. ثم تفضلي سيد جنان إذا كان عندي السؤال، إذا لا لأن أنا راح أدخل أكثر في أنواع الزنا. تفضلي. نعم دكتور، بس مداخلة صغيرة، احنا أيضا سؤال من متابعي قناتنا. حاليا في هذا الزمان الزوج أو الزوجة إذا وقعوا في خطيئة الزنا، هسه بهالزمان ما عندنا رجم أو حرق، فإحنا هل أكو مجال للتوبة يعني كسر الاعتراف وبعدين يعني كل شيء يجي تمام، واحد يمشي بالإيمان مرة ثانية؟ شكرا سيد جنان على هذا السؤال. والآن في هذا العالم يعني لأنه المرأة تعمل والرجل يعمل، ممكن يصادفون أشخاص في العمل أو أشخاص في الطريق، ممكن تتعرض المرأة إلى الزنا أو الرجل إلى الزنا. طبعا عندما تصير علاقة زنا ليست سهلة أن ترجع العائلة، طبعا راح يصير وراء مشاكل، صراع، جدال، أمور، عدم ثقة، كسر ثقة الزواج، أمور كثيرة ستحصل بين الرجل والمرأة. افرضي الرجل قد تاب، أوكي؟ طبعا الكتاب المقدس يعلمنا أن نغفر لبعضنا البعض،
يعني بطرس طلب من الرب وقال كم مرة أغفر لأخي؟ 70 إلى 77 مرات. بل الرب قال 70 مرة 7 مرات، يعني غفران بلا نهاية. لكن عندما الرجل يلتصق بامرأة ثانية، يكتب لنا في سفر كورنثوس: ألست تعلم إذا التصقت بزانية فأنت جسد واحد؟ يعني عندما تمارس الزنا أنت أصبحت جسد واحد مع تلك المرأة. ليس سهلا أن زوجتك أن تقبل أن تعيد العلاقة، ممكن تأخذ شهر، ممكن تأخذ السنة، ممكن تأخذ سنين، لكن الرب يسوع يدعونا دائما إلى السلام، دائما إلى السلام. فإذا البنت وقعت في هذه الخطية أو الرجل إذا وقع في هذه الخطية، أنا أرجو أن نحن إذا كانت يعني مرة مرتين ثلاثة، إذا صار تكرار كثير فراح يصير هذا البيت خراب، يعني صعبة أن ترجع هذه العلاقة. لكن إذا صار هذا الأمر مرة، اعتذر، تاب الرجل أو تابت المرأة. فالرب عندما وقف مع السامرية كان لها 5 أزواج، واللي كان معها كان هو يعني صديق لها غير متزوجة إلى، لكن الرب غفر خطاياها. وسنرى في الإصحاح 8 هنا الرب لا يدين هذه المرأة. سجنان في العهد القديم، يعني عندما نقول في العهد القديم قبل مجيء الرب يسوع المسيح، كانت هذه شريعة الله للشعب اليهودي. لكن عندما أتى الرب يسوع المسيح إحنا في زمن النعمة، يعني الآن طبعاً 2000 سنة إحنا في زمن النعمة. زمن النعمة الرب يسوع المسيح يغفر لكل خطية. طيب هسه واحد ممكن يقول هذا الكلام: أنا أروح أزني وأطلب الغفران، أروح أسرق وأطلب الغفران، فكيف نحل مثل هذا الأمر؟ طبعا يجاوبنا بولس الرسول في رومية الإصحاح 6:1: فماذا نقول؟ يعني إحنا الآن في زمن النعمة، أنا أغلط أرجع للرب يسوع المسيح وأقول له: يا رب أخطأت، أغفر لي، أغفر لي. أنا تبت من كل قلبي، الرب يغفر لي، وبعد مدة أنا سأسقط وهم يغفر لي. لكن الرب كلمنا على لسان بولس الرسول: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. فبولس يعلمنا، يقول نحن الآن في النعمة، ماذا نقول؟ أنا أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية. يعني أنت نحن كنا زناة، يعني يكتب الكتاب واضح نحن كنا خطاة، اقرأ أفسس الإصحاح الثاني، كنا أولاد ظلمة. يعني في كورنثوس عندما كان بولس يعلم كان إله الزنا، كان يقال بأنه امرأة لها 1000 امرأة، وهذه المرأة ينزلون ويزنون مع الرجال. يعني هذا الأمر موجود كذلك اليوم، يعني في مجتمعنا الزنا موجود في كل مكان. لكن أنا كمسيحي، أنا كتابع للرب، إذا سقط لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت وأقوم. إذا أنا أخطأت في الزنا، إذا كان في النظر، إذا كان في الفكر، إذا كان في القلب، إذا كان في العمل، فعلي أن أتوب وأرجع للرب من كل قلبي، وأصلي أن الروح القدس يملأني، الروح القدس يقودني لكي ما لا أفعل هذا الشيء. فنرجع إلى الزوج والزوجة، يعني الرب يدعونا للسلام، خلينا نسالم بعضنا البعض لعل الرب يقيمنا ونعيش حياة. لكن عندما نأتي، تفضلي سجنان إذا عندك مداخلة، لأنه سأتكلم عن أنواع الزنا أكثر. تفضلي. فقط للتوضيح لجميع متابعي قناة القيامة،
لما كان زمن الناموس، احنا كانت العقوبة دائما الرجم والحرق، تمام دكتور؟ ولكن نحن في زمن النعمة أيضا ذكرتها، فإحنا زمن النعمة عندنا التوبة، ولكن هنا لازم تكون توبة حقيقية. صحيح، التوبة لازم تكون حقيقية. ما هي التوبة الحقيقية؟ يعني كما تاب بطرس، يعني بطرس من نكر الرب يسوع المسيح بكى بكاء مرا من كل قلبه، تاب من كل قلبه. الرب الإله اللي هو فاحص القلوب والكلى يعرف إذا أنا تبت. إذا أنا التوبة فقط بالشفتين فسأعود إلى الخطية. وأنا دائما يعني أعلم سجنان الزنا لا يأتي رأسا، الزنا إلا الذين يعني يذهبون إلى بيوت الدعارة وأماكن أخرى يدفعون فلوس لهذا الأمر، لكن عندما يصير العلاقة، العلاقة تصير بالكلام الكثير. دائما أقولها إذا أكل كلام كثير، إذا أكل المكان المناسب والوقت المناسب، الزنا سيحدث. كم ساعة تقضي مع رجل إذا كنت امرأة، أو كم ساعة الرجل يقضي كلامه مع امرأة إذا كان رجل. ها؟ الكتاب المقدس يقول كثرة الكلام لا يعني ما بها إلا معصية، لازم لا تخلو من معصية. كثرة الكلام لا تخلو من معصية. نعم. فدائما هذا الأمر يصير بالكلام مع بعض، إذا أكو وقت مناسب مكان مناسب الزنا موجود بالباب. تفضلي سجنان إذا كان عندي سؤال آخر. أيضا إحنا يعني كمداخلة صغيرة، كتبوا والفريسون لما جو يم الرب، والرب كان تينطي موعظة تيكرس، فإحنا هم مننا تيقولون يا معلم تذكروا بالشريعة، ويعرفون كل زم. نفس الوقت أيضا ذكرتها دكتور أنه قانون الرومان بذاك الوقت كان يمنع اليهود إصدار حكم بالقتل، فما نوع هؤلاء الناس؟ يعني شنو هالقلوب؟ وأيضا إحنا جابوا الزانية، الزاني هل كان مع الحضور همين؟ فإحنا الكتبة والفريسون يعني يستخدمون المكيال اللي يعجبهم، كانوا يستخدمون قانون الشريعة حسب ميولهم وآرائهم ومصلحتهم. يعني مثل الآن يعني يوجد الكثيرون من الرؤساء في العالم القانون للشعب وليس لي. يعني من أنا أسوي خطية ما واحد يحاسبني، لكن القانون هو للشعب، إذا الشعب أخطأ يرجم. فهؤلاء نفس الشيء نيقاديموس عندما أتى إلى الرب ليلا قال يا معلم نحن نعلم أنك قد أتيت معلما، لأنه ليس أحد يعمل هذه الآيات إلا الذي يكون الله معه. فنيقاديموس أيضا كان يسميه المعلم، ويعرفون هو المعلم، وكان يعلم التعليم الصحيح. لكن الرب يسوع المسيح كان يجيبهم إلى الشريعة، لأنه مكتوب عن شخصه شريعتك في وسط أحشائي، شريعتك في وسط أحشائي. لكن هؤلاء الناس أشرار، وكيف ما قلتي لابد الزاني كان واحد منهم، ممكن ابنهم، ممكن واحد من رؤسائهم، فهم رادهم يعني يكسون عليه ويحكمون على هذه المرأة، وجابوها بهذه الطريقة الجنان. يعني ذاك الوقت كان القتل كان بالرجم، كان بالحرق، أو كان يجون يشهرون الشخص، فهم جابوها لكي ما يشهروها، لكي ما يعني يصير رذيلة أمام الشعب كله. وكانوا أيضا يشنقون الإنسان الذي يفعل من هذه الأمور، فكان هم يعني يجيبوها برزالة. تفضلي سجنان إذا ما عندك شيء أنا أكمل هذا الموضوع. أوكي دكتور، إذا تريد أكمل وإن شاء الله يكون عندنا أيضا مداخلة أخرى إذا كان عندنا وقت، تفضل. طيب إحنا قلنا الزنا الأدولتري يعني هو
علاقة بين متزوج ومتزوجة تكلمنا، والفورنيكيشن اللي يسموها اللي هي يعني مثلا أي نوع زنا، يعني أنت عندك بنت معاك تزني معها هم لو أنت غير متزوج، لكن الكتاب يسميها الزنا. ثم قلنا بالعبرية يسموها الزنا أو الزنوث، وباليونانية يسموها البرونيا أو برونيو، من هذه الكلمة أتت البورنوغرافي يعني الخلاعة إلى آخره، أو إيكابرونيو. هذه الكلمات الخمسة كتبت في الكتاب المقدس، يعني خمس كلمات دائما نراهم. يعني يعوزني الوقت أن أجيب الآيات اللي هي الزنا تزنوث، اثنين بالعبرية وثلاثة باليونانية هي البرونيا وبرونيو أو إيكابرونيو، يعني هذولا الكلمات التي ترجمت لنا. إجا يعني أحد الكتاب كتب شيء جميل عن هذا الموضوع وفسر لنا الزنا إلى سبع أقسام، يعني كيف يزني الشخص، كيف يزني الشخص. وهذا الأمر جاب يعني كدراسي، كشخص دراسي، كيف يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه من الزنا. قال أول واحد هو اللي العلاقة بين زوج وزوجة، يعني بين زوج وامرأة أخرى خارج عن الزواج، هذا الزنا الأول، يكون علاقة دائمية مع هذه المرأة فهو يزني معها، هذه الصورة الأخرى. الثاني سماه الإيموشنال أفير. شنو هو الإيموشنال أفير؟ يعني زنا بالعواطف، يعني أنا أتذكر شخصا ويكون دائما أمامي وأنا أزني معه بالإموشن، يعني دائما أريد يكون معي، أريد أن أتفاعل معه. ثم قال، وهذه الآن موجودة كثيرا في أيامنا هذه، يسميها ديجيتال أفير. شنو هي ديجيتال أفير؟ يعني الأفلام الإباحية، التلفزيون، التليفون، يعني كل شيء هو إلى علاقة بالتلفزيون، إلى علاقة ب طبعا إلى علاقة بالتليفون، إلى علاقة بأي شيء هو ديجيتال. فهذا هو النوع الثالث، الإنسان اليوم بده يوقع بي، يعني وأنت في الخفاء ماذا تفعل؟ هل أنت على التليفون؟ هل أنت على أماكن إباحية تنظر إلى أمور إباحية فتريد أو ما تريد؟ هذا هو زنا، هذا هو زنا. من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنا بها في قلبه. والله يسميها بأنه واحد متزوج وعنده امرأة ثانية، أو واحدة متزوجة وإلها رجل ثاني، يعني هو أكو دول أفير، يعني مع زوجته ومع امرأة ثانية، علاقات خارج عن الزواج. هذا الرابع. ثم الآخر يسمىه destruction affair، يعني الزوج يكون بعيد بالعمل مثلا يسافر، أو المرأة وهو يكون إلى علاقات في تلك الأماكن بسبب الدسترس، بسبب يعني بعده عن زوجته. الرب يحفظنا من هذه الأمور. أو مثلا في المجتمع العربي اللي المونوغامي يسميه، يعني تعدد الزوجات أو تعدد العلاقات، يكون عنده مثلا علاقتين، ثلاث علاقات، أربع علاقات، فيشوفها يومية يعني مع وحدة. أو الأخ يسميه سيريال أفير، يعني سيريال أفير يعني يروح لأي مكان يشوف بنت ما عنده مشكلة أن يضطجع معها. وكذلك المرأة طبعا، ونحن نتكلم أيضا عن النساء الذي يبيعون أجسادهم من أجل أن يعني شهوة أو الحصول على مال، وكذلك الرجال أيضا. يعني هذه سبع أشياء الرب يحفظنا منها، لكن كل هذه الأمور يسميها الكتاب المقدس الزنا، لا تزني، الوصية السابعة. تفضلي سجنة.
دكتور، عندنا أيضا مداخلة من متابعينا تقولون الزنا بهالزمان، خلنا نحكي على زماننا. بعض الناس يعتبرون أنه إذا كان عندهم صديقة أو صديق يقومون كعملية زنا بيناتهم، هذا فخر أنه أنا فلان صديقتي أو فلان صديقي، فهذا الأمر يستدعي أنه الإنسان يفتخر بينه؟ سيد جنان، يعني الخطية لا نفتخر نحن بالخطية. نعم. يعني عندما يونان النبي ذهب إلى نينوى وابتدأ يتكلم بالتوبة، الخمس كلمات اللي تكلمها، يعني ملك نينوى لبس المسوح والرماد والصامة. عندما نخطأ ينبغي أن شو ما نقول إحنا بالسورة دار قطمة الريشم، ونتوب ونرجع إلى الرب، نلبس المسوح نتوب إلى الرب. الخطية ليست فخر، الخطية تضعنا تحت الأقدام. اسمعي ماذا يقول الكتاب عن الخطية. الخطية عندما يعرفها خاطئة جدا، طرحت كثيرين قتلى وجميع قتلاها أقوياء، طرحت كثيرين جرحى عفوا وجميع قتلاها أقوياء. هذه هي الخطية. الذي يفتخر فليفتخر بالرب. اسمعي ماذا حدث. أنا أخذك بجولة سريعة حول الكتاب المقدس لأن سألتي سؤال جميل جدا. في الإصحاح السادس من سفر التكوين، أولاد الله رأوا بنات الناس حسنات فتزوجوا، أخذوهم نساء، يعني أولاد الله تزوجوا بنات الشيطان، هذا زنا روحي. فغضب الله وجعل طوفانا على الأرض. في سدوم وعمورة كان الزنا في كل بيت. كان لوط يعذب نفسه البارة كل يوم، فكان الزنا بين الرجال، رجل برجل، النساء بنساء، كما حالنا اليوم. خرج لوط وبناته، ماذا حصل؟ بناته أخذوا هذه العادة كعادة النساء، أخذوها معهم واجتمعوا مع أبوهم وأخرجوا لنا مؤاب وعمون، أولاد زنا. ثم الشعب زنا عندما موسى كان فوق الجبل، وقالوا لهارون اصنع لنا تمثال هذا من ذهب، وزنوا مع هذه الآلهة. ثم أنا أقول لك شيئا آخر، داود زنا مع بتشبع، كانت متزوجة لأوريا الحثي، وكتب لنا المزمور 51، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، إلى آخره. ثم تعلم منه ابنه سليمان، ابنه سليمان 1000 امرأة لم تكفيه، لكن تزوج من نساء الفلسطينيات وذبح لآلهتهم، ذبح لآلهتهم. فنشوف هذا الشعب كيف، أو شمشوم أو داود، اثنينهم مسيحي الرب. شمشوم يزني مع الزانيات، يتزوج دليلة ويتزوج الفلسطينيات، ماذا حدث لشمشوم؟ وهكذا أيضا نرى طبعا في الإصحاح 4 من إنجيل يوحنا، السامرية كان لها 5 واللي معها كان صديق، ماذا حصل لها؟ كانت تعبانة ضايعة في الخطية وهي في طريقها إلى جهنم. وهنا الرب يؤتي لنا هذه المرأة الذي أمسكت بذات الفعل. فإذا كان الناس اليوم بالزنا يفتخرون، فأعرفي أن طريق هؤلاء الناس هم في طريق سدوم وعمورة، وهم في طريق هلاك أبدي. فما أحرق الرب سدوم وعمورة، إن لم تتوبوا فكذلك أنتم سيحرقكم الرب
يوما ما مع إبليس وملائكته في جهنم. اليوم باب النعمة مفتوح، الرب يدعوك إن سمعت صوت الرب، إن سمعت صوت الرب. إذا إلى اليوم أنت في زنا أو أنت في زنا، ليست تليل يعني لن ينتهي الأمر، لكن اليوم إن سمعت صوت الرب، سمعت صوت الروح القدس، تب وارجع. الرب راح يعطيك قوة بالروح القدس، يملأك الروح القدس ويجعل منك قديس. شكرا سجنان، تفضلي. شكرا جزيلا دكتور ستيفان قليانا من كندا على هالتوضيح الجميل، وإن شاء الله التوبة الحقيقية تنبع من قلوب أبنائنا المسيحيين والعالم أجمع أيضا يعرفون طريق الرب. فمتابعينا كنتم مع برنامج ملثة الحلقة 57 اللي كانت تحت عنوان إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن. أنهي هذا البرنامج المبارك من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثس الإصحاح السادس من عدد 9 إلى 11. أما لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طامعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. براشث إثوى ملثا، وهو ملثا إثوى الواثى لها، وآلاها إثوى وملثا، هانا إثوى براشث الواثى لها. كل بيذهوى والعذاو أبلح ذا واث مدم دهوى، بي حيهوى وحي إثيه النهرة دبني ناشا، وهو نهرة بحشوخة منهر وحشوخة لا أذرخيه.